وللمزيد معنا من رفح مراسل العربي صالح الناطور. صالح، إذا القصف مستمر على قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب، ولكن رفح في دائرة القصف خاصة في المناطق الشرقية. ضعنا في آخر ما سجل ميدانيا حتى الآن. بالفعل يعني صباحا كان القصف مكثف سرمد في المنطقة الشرقية، قصف مدفعي عنيف، يعني حتى أننا كنا نسمع صوت انفجار كل دقيقة تقريبا من بعد الساعة 3 فجرا حتى الساعة 8 تقريبا. ساعات طويلة كانت عمليات القصف تطاول مناطق متعددة، حي الشوكة، في مناطق حي الجنينة، منطقة أبو حلاوة، منطقة حي السلام أيضا. هذه المناطق تتعرض منذ 3 أيام وأكثر إلى عمليات قصف مدفعي عنيف من قبل القوات الإسرائيلية، وهناك أيضا قنابل دخانية كانت تطلق باتجاه هذه الأحياء السكنية في مشهد مرعب حتى لسكان هذه المناطق الذين نزح عدد كبير منهم من العائلات الفلسطينية، أطفال ونساء وكبار في السن غادروا هذه المناطق بسبب هذا القصف ووابل هذا القصف الإسرائيلي. ساعات من بعد الساعة 3 حتى الساعة 8 كان القصف عنيف، غارات جوية إسرائيلية أيضا سمعت في المنطقة، لكن من بعد الساعة 8 بدأت حدة هذا القصف الإسرائيلي تخف قليلا، وبدنا نسمع أصوات الانفجارات على فترات زمنية متباعدة نسبيا. الأمر الذي لم يكن معلوما في ذلك الوقت، أي في فترة ما بعد الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي هنا، أنه كانت هناك عمليات فيما يبدو لفصائل المقاومة الفلسطينية تحديدا لكتائب عز الدين القسام، والتي أبلغت عنها قبل نحو ساعة. تقريبا هناك 4 بلاغات صدرت عن الكتائب تتعلق باستهداف قوات إسرائيلية متحصنة في مبنى في منطقة شرق رفح، في منطقة الشوكة، وكذلك في المناطق المحادية، حيث تم استهداف هذه القوة بقذائف مضادة للتحصينات، ثم تم استهداف ناقلة جند بقذيفة ياسين، وكذلك تم تفجير عبوة في قوة إسرائيلية راجلة كانت أيضا في محيط المنطقة المستهدفة، ومن ثم كان بلاغ آخر يتعلق باستهداف ناقلة جند أخرى ودبابتين إسرائيليتين في منطقة ثانية، وبلاغ ثالث أيضا يتعلق باستهداف أيضا آليات عسكرية إسرائيلية. بالتالي كنا أمام 3 إلى 4 بلاغات صدرت عن كتائب القسام فقط فيما يتعلق بالاشتباكات الدائرة في مناطق شرق مدينة رفح. هذه الاشتباكات لم تكن لربما بهذه الكثافة في الأيام الماضية، هذا يشير لربما أن هذه الآليات ربما أرادت التحرك أو إعادة التموضع في المنطقة التي كانت توغلت فيها، وبالتالي فصائل المقاومة حاولت التصدي لهذه القوة الإسرائيلية. هناك بلاغ آخر صدر عن الكتاب يتعلق أيضا بجنوب حي الزيتون، حيث تدور هناك أيضا اشتباكات وتسمع أصوات انفجارات منذ عدة أيام، قصف مدفعي أيضا على الأحياء أدى إلى اشتعال النيران في عدد من المنازل. حتى في الجانب الآخر من هذا المحور، محور وسط قطاع غزة باتجاه المغراقة وباتجاه مناطق الزهراء وشمال مخيم النصيرات بالعموم، أيضا القصف المدفعي لم يتوقف على مدار الساعات الماضية. بدنا بين ساعة وأخرى نشاهد إما زيادة في حدة هذا القصف أو تراجع في القصف المدفعي. طيب، عما أعلنته الأنور وأن نحو 110 آلاف شخص فروا من رفح بحثا عن مكان آمن وسط هذه الظروف التي تنقلها لنا صالح، هل من وجهة، هل من مكان آمن يذهبون إليه؟ يعني بالفعل عائلات كثيرة خرجت خاصة من المناطق الشرقية، آلاف العائلات غادرت تلك المنطقة تحت القصف الإسرائيلي والقصف المدفعي، بعضهم توجه إلى المناطق الغربية، لكن حتى هذه المناطق بتنا نلاحظ حتى أن الناس بيحاولوا الخروج والابتعاد عن هذه المناطق خشية أن يتمدد هذا القصف المدفعي وأن تكون هناك مرحلة ثانية ربما من عملية عسكرية في رفح، لأنه حتى الآن لا معالم ولا حدود لهذه العملية، وإن كان الحديث إسرائيليا عن عملية مؤقتة محدودة في المناطق الشرقية، لكن هؤلاء الناس الذين أتوا إلى رفح أتوا من مناطق دمرت واجتاحتها قوات جيش الاحتلال، وكان الحديث في ذلك الوقت بنفس السياق، عمليات على الأطراف، ثم يتفاجأ الناس بأنها تتقدم هذه الآليات بين يوم أو بين ليلة وأخرى، وبالتالي كان كثير منهم محاصر.